أهلا بكم مشاهدينا، وتتوالى فقرات هذا الصباح ووصلنا مع بعض إلى فقرة مستشارك. الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا، ويمكن الموضوع ده بيهم كل شخص له رسالة. كيف يوصل الرسالة دي؟ كيف إن إحنا نقدر نوصل رسالة إلى مستقبل بصورة واضحة جدا، بصورة معروفة، بصورة اللي إحنا عايزينها. بالذات الحاجة دي يعني بتعني أكثر الصحفيين والإعلاميين، وكل شخص عنده رسالة جاهزة، وإحنا دائما ما بنقول إحنا عندنا رسالة. موضوع مهارات الاتصال الفعال أو التواصل الفعال، هنتكلم عن الموضوع ده أكثر معانا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ النعيم صالح محمد. النعيم، برحب بك مرة ثانية في موجة أم درمان. ثانية ولا ثالثة؟ ثانية. أهلا ومرحبا بك، وسعيدين جدا بوجودك معانا. أهلا بك. مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة. أخوتنا سماح، سعيد جدا بالتواصل معكم للمرة الثانية في قناة فضائية أم درمان، فضائية الحرية والجمال. وأنا سعيد جدا جدا في هذا الصباح بكل حرية وجمال إن شاء الله، وسعيد جدا بالتواصل معكم. أنا قلت في البداية أنه إحنا حنتكلم عن التواصل الفعال، وقلت التواصل الفعال بيهم كل شخص عنده رسالة عشان يوصلها لمستقبل بصورة واضحة وبصورة يعني تصل تؤدي قرض. هل التعريف ده كان شامل وما هو التواصل الفعال؟ ايوه، ممتاز سديد، كويس انك قلتي اتصال، ثاني قمت سحبتيه عملتيه تواصل. التواصل عندها زي بعد انساني وبعد مشاعر وكذا، ما زي الاتصال. الاتصال قد تكون عمليه بس اليه بتاعت ايصال معلومه، اما التواصل بيكون هو عباره عن عمليه بتاعت توصيل معلومه او نقل معلومه وافكار، وحتى بمناسبة مشاعر. يعني أنا بالتواصل بنقول أفكاري وبنقول مشاعري وبنقول معلوماتي داير أقولها مني لشخص تاني، والعكس كمان ممكن استمع له وأشوف هو برضو عايز شنو، وهكذا. فيبقى اتصاله عملية بتاعة نقل أو تبادل معلومات ومشاعر وأفكار وأشياء بين طرفين. الأول يسمى مرسل والثاني مستقبل، وبكون في غنى بتاعة تواصل بيناتهم، وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو طريقة آلية. وبعدها بيكون في فيدباك او رد فعل او رد من المستمع الى المرسل. طيب استاذ النعيم، لكي ارسل رساله واضحه تصل بصوره اللي انا عاوزاها، الصوره المطلوبه اللي انا عاوزاها، الحاجات اللي انا المفروض اعملها شنو؟ أيوة. في هذه الرساله يعني الاشياء المطلوبه عشان تكون الرساله واضحه، اول شيء مضمون الرساله نفسه الشخص اللي عاوز يرسل الرساله قبل ما يشوف الوسيله، المضمون نفسه هو يجهزه ويقوله بطريقه مثلا زي تضبط مثلا كمذيع، معناتها ان تكون الرساله فعاله، تكون هي ذاتها موضحه وجاهزه. واذا كان اي شخص ثاني داير يوصل اي معلومه، تكون المعلومه نفسها واضحه في ذهنه، محضر لها زي ما نقوله ومخطط لها بعد ذاك يوصلها. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الوسيله ذاتها بتاعت الاتصال، سواء لو كانت مباشر يكون صوت واضح، لو كان اتصال عن طريق مثلا تليفون اللي كده برضه يكون واضح، الهدف يكون واضح من الرساله، المده بتاعتها، الاستعداد النفسي للشخص المرسل ذاته. بعض مرات قد تكون واحده من معيقات الاتصال الشخص المستقبل ذاته ما مستعد انه في اللحظه دي يستمع للرساله، برضها بتاثر في فاعليه التواصل. طيب الحاجة دي معناها بتتعدى الرسالة تكون جاهزة أو رسالة منمقة، يعني ممكن حتى إنه أنا أوصل لك فكرة، ده معناه إنه نوع من الاتصال. أيوة. عاوز أرسل لك أوصل لك مشاعري، ده نوع من الاتصال. أيوة. عاوز أوصل لك فكرة أو امتعاض أو فده نوع من الاتصال، صحيح؟ أيوة صحيح، بكل أنواع من أنواع الاتصال، فكرة، معلومة، بيانات، مشاعر، أفكار، يعني أي نقاش، أي حوار في النهاية يعني هو برضو نوع من أنواع الاتصال. طيب كيف أنا أكون اتصال فعال؟ أيوة، يعني المرسل زي ما قلت يكون مستعد، المستقبل برضو أهيو أو أنا حاتصل بك أو في حاجة حتحصل بيناتنا أو كده، الغنى بتاعت الاتصال تكون واضحة وتكون فعال وتكون جيدة هي ذاتها، إذا كانت آلة، وإذا كان مباشر يكون الصوت واضح مثلا، وهكذا. يعني محتوى الرسالة ذاته يكون هادف، بكلها مؤشرات بتؤدي أنه يكون في اتصال فعال يؤدي نتيجة مطلوبة.
طيب اهميته شنو في حياتنا اليوميه؟ طبعا بيختلف من الشخص. مثلا المعلم في المدرسه اهميه التواصل بالنسبه له، هو داير يوصل معلومه وداير ينقل مهارات للطلاب. فالاذاعه مثلا، التلفاز مثلا، بالنسبه يعني معناتها اهميه التواصل بتختلف من شخص الى اخر حسب الهدف وحسب الموضوع اللي انا عايز اوصله. على مستوى الاسره، الزوجين في البيت مثلا، الابناء بيناتهم او الاب مع الزوجه او مع الابناء، دي كلها الاهميه بتجي في انه الموضوع اللي انا عايز اقوله هو اللي بيفرض اهميه التواصل. طيب الرساله نفسها، يعني انا قريت كثير عن التواصل الفعال، يعني ملامح الرساله نفسها. في ناس بيقول لك انه مثلا اذا اسهبت في مثلا في الكلام، اذا اختصرت في الكلام برضو، اذا استخدمت الفاظ، اذا كده شكل العناصر اللي انا المفروض استخدمها لتكوين رساله فعاله. ايوه رساله يعني حسب المحتوى والموضوع المفروض تكون واضحه. يعني مثلا انا داير اتكلم عن نقطه وعارف الشخص الثاني ده عاوز مني اسهب شويه او شرح او العكس اطناب او كده. المهم بمعنى انه الرساله تكون واضحه 200 حسب انا ذات خلفيتي عن الشخص المتحدث له، عشان هو يكون مستعد. برضو واحده من الاشياء بتخلي الرساله تكون واضحه، المستمع نفسه، هل هو مستمع لك ولا منصت ولا مستمع، ولا قد يكون ما مستمع اصلا ذاته للموضوع اللي انت قاعد تقول. في الحاله دي في برضو ده بأثر في فعاليه وصول الرساله. طيب برضو يعني استخدام الألفاظ المناسبة، نبرة الصوت طبعا، يعني في ناس لما يجي يوصلوا لك فكرة بتلقى انه صوتهم عالية، فالحاجة دي بتزعج أو العكس الناس وبتخلي انه ما يتقبلوا الرسالة دي. أيوة. او يمتعضوا منها. أيوة. هل نبرة الصوت برضو عندها اثر؟ أيوة. او انه احنا ناخد انطباع عن شخص ما من نبرة الصوت؟ أيوة. حاجة دي صحيحة او لا؟ لا صحيحة. صحيحة اللي هي دي بنسميها لغة الإشارة او لغة الجسد، اللي هي محتوى الرسالة تكون الكلمة فقط. يعني أنا أقول كلمة معينة، اللفظ ذاته ده جزء، لكن في أشياء تانية مكملة للفظ ده، يعني الطريقة اللي أنا أقول بها ذاته. يعني أنا بتكلم مثلا محرك يديني، لو كنت واقف ساكنة الحكاية دي برضه بكون عندها تأثير بالنسبة لي. لو استخدمت نبرة الصوت، لأن إحنا قاعدين في مكان مثلا نسي مغلق شوية، ممكن نتكلم بنبرة حسب المسافة اللي بيناتنا، لكن مثلا شخص بعيد معناته لازم في اللحظة دي. طيب برضو ممكن من نبرة الصوت، لو أنا داير أقول للشخص اللي دق لي تليفون، داير أقول له أنا حزين، أو أنا ما عاوز أقول له أنا حزين، لكن بس المهم أنا فعلا حزين وداير أقول له أي موضوع، هو من نبرة الصوت بيعرف إن أنا سعيد ولا حزين ولا كده ولا كده. فيبقى معناتها نبرة الصوت بالإضافة لمكونات البودي لانجوج الثانية اللي هي الإشارة، يعني ملامح الوجه، العيون، غسمات الوجه، الشفاء، دي كلها مكملات يعني للرسالة، ودي تأثيرها كمان بمناسبة أكبر ويمكن أكثر حتى من اللفظ المباشر. طيب أستاذ النعيم، برضو يقول لك الانطباع الأول أو الفيرست إمبريشن مهم جدا. وفي ناس كتير بتاخد في الانطباع ده في عين الاعتبار لأنه مهم جدا. أيوة. في الاتصال الفعال كيف يتم التعامل مع الانطباع الأول أو النظرة الأولى أو الصورة الأولى؟ أيوة مهمة جدا. مثلا كمدخل للغنيرية عندكم شخص مثلا موجود في الاستقبال، السلام عليكم، وعليكم السلام والرحمة، طوال أنا باخذ انطباعية الشخص الزائر مثلا، فلو لقيت استقبال الحفاوة من هناك بتلقى الحكاية، يعني الجمال لو بدأ من الاستقبال بيكون مستمر معناته لحد النهاية. فالانطباعية الأولى أو النظرة الأولى أو الكلام الأول ده بيديك باك جراوند عن الحاجة الجاية، يعني زي بيقول لك عنوان للموضوع كله. فمهمة جدا جدا. ليه؟ لأنه يعني عليها بعد ذاك بتبنى باقي الأشياء الثانية كلها. ممكن تلقى من الاستقبال تلقى شخص ما يستقبلك، فهذا قد يكون العكس يعني، لكن برضه ده بيكون برضه مؤشر بالنسبه لي وكده يعني. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجهك صدقه، لانه انت اول ما تقابل شخص وبتبتسم له فبيرتاح لك تلقائيا، بياخذ الامان منك. أيوة. وبعد ذاك اذا هو عاوز منك موضوع بيفتحوا بصورة عادية يعني. أيوة. من غير أي تكليف أو من غير أي حواجز يعني بينك وبين هذا. أيوة. الشخص الابتسامة بتكسر الحاجز. خلاص بتعمل طوالي يعني بتفتح الخط
والكلمة الطيبة زي ما يقولوا جواز سفر. ويلا الابتسامة ذاتها نوع من الكلمات. في ناس ما بتبتسم نهائي. نهائي جامد وصار طول الوقت. تدريب ذاته عشان كيف يتعامل مع الناس وكذا. يعني جامد ده في ناس بيقول لك الزول جامد أنا ما أقدر أتكلم معاه زي أتكلم معاه وكيف يعني يمكن أوصل لزول عشان أوصل له الرسالة معناها. أو دائما الناس زي ده دائما بيقول لك يا أخي ما تمشي ليت يا أخي. أيوه مو بوصل عشان شنو دار لزول يزول من جريد بيناتهم. لكن لو هو لكن لو هو مباشر بيستقبل الناس ومبتسم الابتسامة براها كفايه يعني. طيب اذا سالتك عن معوقات الاتصال الفعال يعني شنو الحاجه اللي بتخلي الاتصال يتقطع او ينفصل او يخرج من رسالته وهدفه اللي هو يعني موجه له؟ ايوه في اسباب متعلقه بالمرسل نفسه من البدايه. يعني هو داري يرسل رساله معينه وهو نفسه ما عمل يعني عشان تكون فعاله ما وضع الشروط يعني ما مبتسم وما ولا حتى بلغ تحيه ولا قال اي حاجه طوالي بس خش في الموضوع. يلا الشخص الثاني ده قد يكون هو من النوع الداير اصلا الحكايه داير تمهيد سلام وكلام وكده حتى بعد ذاك يعني تخش معاه في فمن المرسل احيانا من من الغنى بتاعت الاتصال ذاته واحيانا من المستقبل ما مستعد للمستقبل واحيانا من محتوى الرساله نفسه مزعج او ما كافي او مثلا حاجه كده هنا المهم دي كلها من الـ من الـ من الاشياء بتخلي الرساله غير واضحه او بتعيق في النهايه التواصل الفعال بيكون ما فعال. اذا انه انا اذا عايزه رساله تنجح لازم ادرس كل الجوانب المختلفه. أيوة. ادرس المستقبل حالته النفسيه. أيوة. يعني هو بيتقبل مني اسهاب داير اختصار داير ايجاز داير تدخل في الموضوع طوال داير تلف وتدور زي ما بقول نفسيته شنو هو منه لازم ادرس الجوانب دي كلها. وبالمناسبه زي ما انت ذكرت لغه الجسد. يعني انت كل ما استخدمت لغه الجسد بصورة صحيحة ووظفتها توظيف سليم رسالتك بتوصل بصورة أريحية أكثر. أيوة لغة الجسد بالإضافة بالمناسبة الكلمة نفسها يعني ممكن تجيب في كلمات ما مستساقة حتى عند المستمع. فمن البلاغة عند العرب زمان كانوا بلغاء جدا في اختيار الكلمة ذاتها يعني عشان تؤدي الكلمة المناسبة في مكانها. أيوة جدا يعني الكلمة ذاتها أول شيء ذاتها بتدي ذاتها نوع من الانطباعية مجرد ما نسمع أهلنا في الأذن مستصيغة ولا لا يعني حتى بعد ذاك باقي الصياغة اللي قالت فيها الكلمة ذاتها والنبرة وبعد ذاك باقي الأشياء الثانية. طيب في ناس بيقولوا علم التواصل الفعال العلم ده ممكن أنت توظفه لأنه تتملك الناس وتتملك انتباه الناس لك وفهمه لك. هل الحاجة دي صحيحة؟ أيوة طبعا يعني القيادات السياسيين يعني بيسيطروا على الجمهور كيف يعني ممكن السياسيين دي الأول أو عموما يعني لما بتحدث ممكن يأثر على المستمعين يخليهم يضحكوا يخليهم يبكوا يخليهم كده بحسب تأثيراته هو اللي بيقوله وبيعمله. فلذاتهم في كمان ده بيقودنا للخطابة والخطأ والإلقاء المؤثر. فدي ذاتها هي علم قائم بذاته ممكن نحن نتحكم فيه ممكن نصل به نغير فيه ممكن نعمل به يعني يعني زي بيكون خاش مع البرمجة هو ذاته بيبقى أداة عشان نبرمج به المستمعين ممكن يعني يعني لازم يكون في تأثير الرسالة وردتها جافة كده يعني ما في زول بيستمع بنقوم نحطها في طبق نوع من الجمال شوية من النبرة من الكلام من كده من كده بيكون إذا هو علم خطير جدا يعني. أيوة إذا هو بيستخدمه القادة والساسة وكل ما يهمه إنه يتملك الحالة النفسية للجماهير وغيره معناه ده علم خطير جدا. لو استخدمته الأمة أبنائها بنبرة الصوت بحنية أو مثلا ما بحنية بتأثر الأب برضه لو بين يعني لو قال يا ابني أنت كده أو الأم قالت فكلها الوسائل بتاع الاتصال والنبرة الصوت والكلام ده كله هو مؤثر كبير جدا للإنسان. طبعا بحكم النفس البشرية مجبورة انها تسمع الكلام الجميل الكويس فأي طريقة تجيها بواحدة من دير طوالي بيأثر فيها وبيخليها طوالي يعني بتنساق وطوالي يعني بتطبق الشيء الرسالة وصلتها وكده. لما يعني أقارن بالشخصية السودانية والكلام اللي أنت بتقوله بلقى إن الشخصية السودانية بعيدة جدا من فن التواصل الفعال لأنه هي دائما بقول لك أزول أنا دغري كده أزول أنا داير كده أزول أنا صعب كده وبالذات في الشغل أو في العمل أو في الوظيفة فالمدير بتاعك ده بيكون عايز دائما انت تحسسه انه هو في مكانه الصح انه هو المشرف انه هو كده فبلقى انه الموظفين في حتات زي دي دائما بيقول فيها صوت شايف نفسه وتعاملوا مع المدراء بتاعهم بصوره جافه جدا بصوره تخلي انه دائما في خلافات. الحاجه دي
غير اخواننا المصريين دائما يعني بنلقاهم دائما بيقولوا كلام جميل كلام لطيف يلطف الجو. فالشخصية السودانية بطبعة انه هي طف كده. هو الغريب سبحان الله الشخصية السودانية غير في الموقع الرسمي والمحادثة الرسمية السوداني يعني الغالبية كده منفتحين يعني ممكن السوداني ولقي الشخصي لكن ما بقولوا كلام حلو كثير ما بنقولوا كلام حلو لكن طيبين انا ما اعرف ذاتك يعني بس اللغتين المصريه ما بنقول طوالي كلام حلو لكن في نفس الوقت مشاعرنا صادقه ممكن شخصي ما بنعرفه ونتعرف به يعني بنقدم له خدمه المدير ده او اما المدير ده موضوع ثاني بيجيبه براو المدير ده ممكن يكون في الحياه زول طيب واي شيء لكن مين ما يجي محل الشغل طوالي خلاص شنو مدير داير يعني داير يقصر التواصل بينه وبين الناس بيقوم بيفرض شخصيه معينه ده بنسميه المدير التقليدي ما المدير المتواصل يعني ممكن هو يكون حازم في الإصدار القرار في بعض المواقف لكن ما على الدوام وما يعني يعني كون يكون مثلا زي صار او جادي كده عشان ما في زول يجيه عشان ما في زول اصلا يقدم له طلبه عشان ما في اصلا زول يتواصل معه فدي استراتيجيه بعض المرات بتكون بتنعكس عليه وهو مثلا كمدير بتبقى له كده لكن ما 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 حاجه محبزه يعني ده ما النمط اصلا المفضلين في الاداره بالعكس المدير الغائد والمدير الاداره الابويه في حاجه اسمها الاداره الابويه الاداره بالحب الاداره بالتواصل الفعال الاداره بالقيم يلا دي كلها معناتها شنو معناتها عندها بعد انسان عندها تواصل فعال عشان هو يكون مؤثر يعني بدون ما يقول لهم عمل اي حاجه هم الموظفين اللي معاهم تلقاهم متبنين الخط اللي هم ماشي فيه وبيقولوا له الاهداف عموما استاذ نعيم للاسف وقتنا انتهى لكن يعني التواصل الفعال هو يعني موضوع كبير جدا وجوانبه مختلفه وايضا محتاج مننا تركيز لانه هو فن الحياه العصريه والحضاريه الخادمه ايوه ان شاء الله حتكون في مقابله اخرى مع بعض ان شاء الله حنتناول الجوانب السلوكيه وتاثيرها في عمليه الاتصال ان شاء الله حنتكلم مع بعض في الموضوع ده في الحلقات القادمه باذن الله تعالى حاب اشكرك جدا على حضورك معنا لمره ثانيه ضيف على الهواء الاستاذ النعيم صالح محمد النعيم شكرا جزيلا جزاك الله خير وبارك الله فيك والسلام عليكم وعليكم السلام